أنا ما أريد أتزوج. شيخ جاي علينا من مكان بعيد. ليش؟ ما أريد. ليش تبغى لك؟ ما أريد أنا صغيرة ما أريد أتزوج. كيف ما تقتنع أي أنا بخدمتك؟ شو كيف ما تقتنع نقول أني يعني بإصرار وبإرادة أني أبدأ أتزوج مصطفى؟ أنا بخدمتك. أنت شو الإصرار اللي مانعتك؟ ما أريد أتزوج. ليش؟ أكمل دراستي. هو قال أنا أتعهد أنه قدام الحضور أني خليش تكمل دراستي. بعد شو عندك غير سبب؟ ليش؟ ما أريد يعني تحقق حلمي. ما أريد أتزوج. شنو حلمك؟ أنا تصير دكتورة. إيه هو راح يخليك. ما أريد أنا ما أريد أتزوج.